الكويت يواصل الأهلي حضوره خليجيا في كرة اليد. نتابع هذا التقرير عن مباراة في نصف النهائي من المنتظر أن تقدم الأهلي للمباراة النهائية. نتابع. المباراة طبعا هي يوم الخميس إن شاء الله غدا الساعة 5. طبعا إحنا من الأصل البرنامج على أساس إنه كان لنا هدف إن إحنا نعدي المرحلة التمهيدية إلى النصف النهائي اللي هو السيمي فاينل، فهذا بعد كذا اللي هو فيه التركيز على المباراة هذه اللي هي إن شاء الله هتأهل للنهائي. احنا جاهزين لها ان شاء الله، والفريق تم اعداده جيد لهذه المباراه، وان شاء الله احنا ان شاء الله حيكون الفريق في وضع افضل من المباريات السابقه، حيكون ان شاء الله نوصل للنهائي. فريق الأهلي السعودي فريق كبير ومعروف في كرة اليد خليجيا وآسيويا، يعني سواء الأهلي البحريني أو الريان، يعني أي فريق تأهل إلى دور الأربعة فهو فريق قوي سواء الأهلي أو غير الأهلي. إحنا الحمد لله زي ما شفت التمرين قاعدين نحضر للأهلي البحريني، طريقة دفاع طريقة هجومه. الأهلي البحريني عنده مصادر قوة مصادر ضعف، والاهلي نفس الحكايه، فريقنا عندنا الضعف وعندنا القوه، ده امر طبيعي في الرياضه. خلاص في كره اليد مكشوفين، اثنيننا مكشوفين عن بعض، ودائما ديربي خليجي بين الاهلي واهلي، ديربي خليجي كل جميع البطولات. احنا بكره نسعى الى اول 10 دقائق ان هي تمشي بالشيء احنا اللي احنا نبغاه بطريقتنا عشان نسير المباراه في الشوط الاولي. الشوط الثاني بيكون طريقه ثانيه او فكر ثاني مغاير عن الشوط الاولي. اهم شيء يكون عندنا دفاعنا وحراستنا، بالذات حراسه ودفاع يكون عندنا صاحين من اول 10 دقائق، ان شاء الله نمشي في المباراه. امنيات كبيره للاهلي ان شاء الله، نتمنى هذا. على اي حال وصلنا